وأكدت أمينة يوسف الفحل اختصاصية مكافحة العدوى بالمستشفى العسكري السعدادة وجاهزية وحدة مكافحة العدوى منذ بداية انتشار جائحة كورونا عبر الاستراتيجيات والخطط التي تم وضعها لمكافحة المرض، ناهيك عن المختبرات والعيادات المتخصصة التي تم تهيئتها لفحص الأفراد وتشخيص الإصابة. عن تفعيل البروتوكولات ابتدى مع أول حالة ظهرت في مدينة ووهان في الصين. من هنا ابتدينا نفعل البروتوكولات والاحترازات اللي تكون متعلقة بمرض متعلقة بفيروس كوفيد-19. مثل ما تلاحظون الإحصائياتنا شوي في ارتفاع وانخفاض، طبعا مع ارتفاع الإحصائيات هني يتطلب أن نفعل خطة إدارة المخاطر، وهي إدارة المخاطر تتلخص بتشكيل فرق استجابة سريعة، يعني من عدة أقسام، قسم مكافحة العدوى، قسم المختبر، وأقسام أخرى من المستشفى، وتعاون ما بين كل الأقسام، تنسيق مع كل الأقسام. ممتاز. فأي حالة إصابة تكون على طول تكون مرحلة إخطار سريعة للجميع في المستشفى في نفس الوقت في وقت قياسي جدا. إحنا لله الحمد عندنا مختبر يعمل بكفاءة جدا عالية، وحتى الفحوصات تطلع نتائجها في وقت زمني يعني قياسي، وعلى طول يبتدأ التنسيق، بالإضافة إلى عندنا عيادات مختصة حق فحص الكوفيد. ففرق الاستجابة السريعة تقوم بحصر المخالطين، آلية الاستقصاء، تصنيف الحالات الإيجابية، هل هي الحالات تصلح أن تكون عزل منزلي، أو أن هي تصلح تكون عزل في منشأة متخصصة، أو أن هي من الحالات اللي يستدعى لها العلاج في المستشفى.